إنما ينحط من صبب ارتقى وكأنصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسؤوله من بين الصفية ويدرى يتلألم وجه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعم ولا قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى عبر الله تعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياة.